مقل هو في الكتابة، مقل هو في الكتابة بقدر ما هو بارع فيها. تصغي إليه بانتباه شديد، فتستبق إلى مسامعك عرائس الكلمات متهادية بفرح كبير. يشدك أسلوبه لكأن السهل الممتنع بات عنوانا عاما لما يكتب. ولست أغالي إذ أقول أن كلامه من أجمل ما سمعت على منبر. ألفاظه راقية بلا تعجرف، سلسة بلا تعقيد، متينة السبك بلا ادعاء. طريقته في الكتابة هادئة رصينة، فتهني كلماته على السامعين بردا وسلاما، كما مطر صيفي تساقط على أرض عطشة. تراه كأنه ينحت ذهبا من صخر البلاغة، أو يغرف لؤلؤا من بحر المعاني. رحبوا معي أيها الإخوة بالأديب الأستاذ عدنان بيضون.